بمناسبة اليوم العالمي لمتلازمة الحب داون وتحت عنوان لا للتنمر، أطلقت مؤسسة الأولمبياد السوري الخاص تحت رعاية وزارة العدل مسير دراجات من دمشق إلى حلب. بكل محبة وبكل اعتزاز سينطلق هذا المسير من وزارة العدل، وهي دلالة كبيرة على أن كل رجال القانون في سوريا مهتمون بهذا الأمر، مهتمين بهذه الشريحة. ونحن بهذه المناسبة نتوجه بالشكر الجزيل للمشرفين على هذه الشريحة ولمن يدعمهم دائما وأبدا بكل النواحي الإنسانية والمعنوية والمادية. حاول نشر الثقافة ونوجد بوزارة العدل، بوزارة التربية، باتحاد الرياض العام، وزارة الشؤون، هن خلينا نقول المظلات الأساسية لنا لرعاية المؤسسة. الحمد لله اليوم وصلت رسالة كتير واضحة، طبعا بوجود شخصيات يعني اعتبارية مثل وزير العدل بيساعدنا كتير على نشر هاي الرسالة. المسير تضمن 30 شخصا من ذوي الاحتياجات الخاصة والأسوياء، حيث انطلق طواف دراجات من أمام مبنى وزارة العدل في دمشق ليستمر على مدار 5 أيام، سيجولون في عدد من المحافظات السورية ليكون الختام في حلب. هي رسالة جدا جدا مهمة، لا للتنمر. هلا أنا بشكل عام لا للتنمر، فما بالك بالنسبة لأولادنا. يعني التنمر يعني صراحة عم يعانوا منه كتير، وعم يأثر على مسيرتهم، عم يأثر على نفسيتهم، عم يعمل مشاكل نفسية بالإضافة للإعاقة اللي بتكون عندهم. فجايين نقول نحن ونوصل هالرسالة من خلال سيادة وزير العدل لا للتنمر. هذه الفعالية تأتي ضمن الخطة التي وضعتها المؤسسات، مؤسسة السورية الخاص للأولمبياد بالتعاون مع المؤسسات الحكومية. اليوم وزارة العدل هي المؤسسة الشريكة وبرعاية السيد وزير العدل. هو ضمن هدف أهداف المؤسسة هو دمج هذه الفئة مع الأصحاء في المجتمع السوري، وإطلاق رسائل في كل المدن السورية للعمل على الدمج والوصول إلى مجتمع راقي، مجتمع متحضر، مجتمع يحترم كل فئاته. المسير ببلش من مدينة دمشق، مسير خلينا نقول نحن دروب سوريا للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة تحت مسمى التنمر على أطفال ذوي الإعاقة، لتكتشف الناس أو الأطفال اللي من أعمارهم إنه هدول حدا هو يعني بالمجتمع له فاعلية، فعال بالمجتمع وبيقدر يؤدي مثل أي إنسان تاني. فإنه هدول الأشخاص ممكن عندهم يعني جزء من الإعاقة، ولكن بيقدروا يشتغلوا، بيقدروا يكونوا منتجين يعني بالمجتمع. نحن فريق مشوار بسكليت جايين دعم، يعني نحن وقفنا أشغالنا اليوم وكذا، جايين دعم للأطفال هدول. بالنهاية يعني هن لهم حق علينا، نحن لازم نكون داعمينهم بهي الشغلات الوحيدة اللي بنحسن نعملها. بحب وجه رسالة للوزارة أنه هذا الإثبات، هذا إثبات وجود بالدراجة تبعتنا، ولحتى نكون قد الوجود بإذن الله يعني قادرين أنه نفعل بطولات ونكون يعني جايبين مراكز كتير ممتازة. ذوي الهمم أشخاص يستطيعون أن يصنعوا معجزات ويضيئون الحياة، فهم نجوم الأرض وطاقة لا مثيل لها.